انضم إلينا من قاعة المؤتمرات في العاصمة الألبانية تيرانا مراسل الغد عمر بشير. عمر، بداية، تفاصيل وأجواء اليوم الأول من هذا المؤتمر، ومن هي الأطراف المشاركة فيه؟ نعم أحمد، يعني قبل قليل أنهت السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية كلمتها هنا في قاعة المؤتمرات، وبعد أن رحبت بالضيوف المشاركين في هذا المؤتمر الذي بدأ اليوم وأيضا سيستمر حتى مساء يوم غد السبت. بعد أن رحبت بالضيوف أعلنت ما قامت به المعارضة على مدار السنوات الماضية، وهاجمت بشكل مباشر النظام الحاكم في إيران، وصفة هذا النظام بأنه نظام ديكتاتوري، واعتبرت أن الخميني قام بسرقة ثورة الشعب الإيراني التي بدأها مجاهد الخمق والمناضلات الإيرانيات التي يعذبن الآن أيضا في سجون النظام الإيراني. رجوي أيضا قالت أن المقاومة الإيرانية الآن أقوى من أي وقت مضى، وشبهت المقاومة الإيرانية بطائر الفليق الذي يخرج من تحت الرماد بشكل أقوى عن ما كان عليه بالسابق، واعتبرت أن كل محاولات إيران لإجهاض هذه الحركة الثورية لمجاهدي خلق وللأحرار الإيرانيين، كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وإيران اليوم بالمقاومة الإيرانية هي أقوى. ولكنها قالت أن غياب البنية التحتية والقيادة والتنظيم هي السبب في تأخير استقلال إيران، ولكنها أكدت أن الحرية قادمة للشعب الإيراني، وأن هذا النظام بات فاقد لأي شرعية بناء على ما يقوم به من انتهاكات، وآخرها على كما قالت رجوي التعذيب الذي يمارس حاليا. أثناء إلقاء كلمتها لهذه الكلمة كانت تقول أن هناك تعذيب حاليا تتعرض له الأسيرات الإيرانيات في السجون. على أي حال، هذا المؤتمر في هذا اليوم سيكون فيه معرض، وسوف يوضح ما قامت به المقاومة الإيرانية على مدار تاريخها، وأيضا ستكون هناك كلمات من أسرى في السجون الإيرانية، سوف هم أرسلوا بهذه الرسائل وسوف نشاهد هذه الرسائل، ولكن طلب ألا تكون هذه الرسائل مصورة حفاظا على سلامة والمعتقلين الموجودين في إيران. بينما سيشهد يوم غد مؤتمرا موسعا وكلمات أكثر أيضا من الضيوف الذين جاءوا من كل مكان، هناك ضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية وضيوف من القارة الأوروبية وأيضا ضيوف عرب يشاركون في هذه الجلسة ويشاركون أيضا يوم غد في الجلسة الموسعة. نعم عمر بشير مراسل الغد في تيرانا، شكرا جزيلا لك.